ولنقاش ملف الخسائر المسجلة في صفوف المدنيين وخصوصا بالعراق جراء الحرب الأمريكية الجوية في الشرق الأوسط ومسؤولية واشنطن عن سقوط آلاف الضحايا. ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق فتيان الراوي. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الرافدين. دكتور، ما مدى أهمية الوثائق السرية التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز حول أعداد كبيرة من ضحايا المدنيين الذين راحوا ضحية الغارات الأمريكية في العراق وسوريا وأفغانستان؟ لا نحتاج إلى مثل هذه الوثائق لأنه معروف لدى الجميع. بالمناسبة أنا قبل قليل شاركت بمحاضرة ألقتها الأستاذة الدكتورة سعاد العزاوي عن استخدام الجيش الأمريكي الأسلحة المحرمة دوليا سواء عن طريق القصف الجوي أو عن طريق القصف البري، فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت جرائمها في الفلوجة وفي البصرة وفي القرنة وفي الموصل وفي دير الزور وفي حلب وفي أكثر من مدينة عراقية القصف، يعني لا نحتاج إلى خروج وثائق سرية لكي نعلم أن الولايات المتحدة تستخدم السلاح ضد المدنيين. ضحايا المدنيين كنا نعرفهم، الكثير منهم نعرفهم بالأسماء. دكتور، ما الذي يمنع وزارة الدفاع الأمريكية من التحقيق على الأقل في أعداد الضحايا والحد من سقوط ضحايا جدد باعتبار أن الغارات ما تزال متواصلة في المنطقة ككل؟ السياسة الأمريكية في المنطقة هي سياسة فرض الأمر الواقع، ولذلك هي لا تنظر إلى الضحايا اللي تذهب. يعني كلنا نتذكر فيتنام، نتذكر كمبوديا، نتذكر ما حصل في شيلي، نتذكر ما حصل في نيكاراغوا. هذا ليس جديد على الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت البنتاغون، وزارة الدفاع أو المخابرات الأمريكية، عملياتها السرية، عمليات الولايات المتحدة الأمريكية سياستها قائمة على فرض الأمر الواقع. فرض الأمر الواقع يأتي بالقوة، يأتي باستخدام السلاح المحرم. عندما لم تستطع في اليابان أن تفرض قوتها استخدمت السلاح النووي، وكنا نعرف أنه أول من استخدم السلاح النووي هي الولايات المتحدة الأمريكية، فهذا ليس جديد على الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا السياق كانت صحيفة نيويورك تايمز في حصيلتها الأولية التي كشفت عنها من هذه الوثائق أن هناك 1417 مدنيا من الضحايا في العراق وسوريا منذ 2014 فقط. بغض النظر عن مدى صحة هذا الرقم، إلى أي مدى تتقصد الإدارة الأمريكية أو الغارات الأمريكية استهداف المدنيين باعتبارها تحلق في مناطق سكنية مدنية؟ أعتقد هذا الرقم لا يشكل 10% من الواقع، لأن كنا نعلم أن القصف الأمريكي لمدينة الموصل عندما احتلتها ما يسمى بداعش، وهذا الداعش هم يوضع في بين قوسين من المسبب لاحتلال الموصل ومن الدافع لاحتلال الموصل، قصفت أحياء مدنية بالكامل، ولا زالت الأحياء المدمرة لا زالت مدمرة منذ عام 2017 ولحد الآن. يعني 4 سنوات أو 5 سنوات مضت على تدمير مدينة الموصل، لا زالت أحياء بالكامل مدمرة، آلاف الضحايا اللي راحوا. يعني هذا الرقم أعتقد لا يشكل 10% من الرقم الحقيقي لضحايا فقط مدينة الموصل وليس حلب ودير الزور. إلى أي مدى حاولت واشنطن الترويج للحرب الجوية بالغارات لتغطية على الجانب السلبي الذي ترتب عن الاقتحامات براً؟ الحقيقة أنا يعني ربما هذا السؤال أعتقد يعني هي ليس تبحث عن مثل ما يقولون بياض الوجه، هي استخدمت العنف سواء برا أو جوا أو عبر الصواريخ عابرة القارات أو عندما استخدمت
صاروخ لضرب ملجأ العامرية لم تفكر من يوجد في ملجأ العامرية. إذن هي لا تبحث عن الضحايا المستهدفة بقدر ما تبحث عن تحقيق أهدافها، تحقيق أهدافها في تدمير العراق، في استمرار الفساد في العراق، في استمرار من يحكم العراق حكومة ضعيفة، حكومة فاسدة. لذلك الضحايا ليس فقط بالقصف الجوي، الضحايا هي باستمرار الفساد، باستمرار تدمير العراق بهذه المنظومة اللي تحكم العراق، وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم أمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بدخولها للعراق حاولت الترويج لمصطلحات الديمقراطية والحوكمة والحكم المدني وترسيخ هذه المبادئ في المجتمع العراقي. ما الذي حال دون ترسيخها وأسفر عن هذا الواقع الذي يعيشه العراق اليوم؟ وبدليل أنه بعد مرور 18 عام لا زالت انتخابات جرت قبل 3 أشهر ولحد الآن لم يستطيعوا أن يحددوا من هذا الفائز. أي ديمقراطية في البلد الديمقراطي، هذا البلد اللي يعيش به اليونان، جرت الانتخابات يوم 16/6 مساء الساعة 6:00 غلقت الصناديق، الساعة 1 أعلن من الفائز، الساعة 10 استقالت الحكومة السابقة، الساعة 12 أدى اليمين الدستوري والقسم أمام رئيس الجمهورية رئيس الوزراء، يعني لم تتجاوز 24 ساعة. إحنا الآن في نظام يدعي الديمقراطية، صار لنا 3 أشهر من جرة انتخابات ولحد الآن لم يحدد الفائز أو ما هي نتيجة هذه الانتخابات. إذن هذه يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ضيفنا الدبلوماسي والأكاديمي دكتور فاروق فتيان الراوي، كان معنا عبر خدمة سكايب من أثينا. شكرا جزيلا لك.